واعتقد ده اللي خلى النادي الاهلي. انت النهارده بتتكلم على تصنيف عالمي، بتتكلم على انه الاهلي في العشرين سنه الاولى من القرن الجديد هو الاول عالميا، بتتكلم على استفتاء بين الجماهير حول العالم في جائزه جلوب سكر الاماراتيه، حتى الان التصويت الاهلي فارق كتير، ونتمنى ان كل جماهير الاهلي تبدا تتفاعل من خلال الرابط بتاع المسابقه والكل يبدا يصوت، لانه الحقيقه ده قدامكم اهو زي ما انتم شايفين الاهلي متصدر كتير، ومحمد صلاح كمان داخل السبق كاحسن لاعب. فنتمنى ان كل الجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه تتفاعل بما يكفي وبما يهم مع هذه الجائزه، دي مساله مهمه جدا. انا بس عايز اعلق على تصدر الاهلي في الاستفتاءات للذين يجادلون في شعبيه الاهلي داخل وخارج مصر. ما الاستفتاءات عباره عن ناس بتتفاعل مع هذه الاستفتاءات، هو حجم النادي الاهلي ومشجعيه الاهلي بهذا انه بيحطوا في اي استفتاء في الصداره. يبقى ده تجربه عمليه اظن مش محتاجه نتكلم فيها. طيب الدوري اللي هيبدا بكره الجديد بتاعه رئيس لجنه المسابقات او رئيس اداره المسابقات الاستاذ مازن مرزوق راجع لشغل مقعد ابتعد عنه من فتره طويله، لكنه راجع ومعاه لائحه انضباطيه هو بيتكلم على انه هيفرضها، وعنده وعد من الاتحاد هيفرضها. ولا لا مش مهم العقوبات اللي انتوا هتسمعوها، الاهم بالنسبه لنا تطبيقها بعداله وبحسم وبقوه على الجميع، على الجميع. واولهم النادي الاهلي، لما يخطئ النادي الاهلي عاقبه، بس لما يخطئ غيره ما تتغاضاش عنه. لانه كمان خط بنود كتيره قال لك لو في لعيب اتعاقب اتغرم. على فكره كان في لعيبه كتيره في انديه كتيره وانديه بتتفرض عليها غرامات وما بتدفعش، نسبه التحصيل قليله قوي. لكن المره دي قال لك لو في لاعب او اداري او اي حد اتغرم غرامه ماليه عنده مهله اسبوعين عشان يسددهم. طب ما سددش خلال اسبوعين، قال لك النادي بتاعه هو اللي بيسددهم، ماليش دعوه باللاعب. طب ما سددش، قال لك ياخد اسبوعين تانيين بغرامه بعقوبه مضافه. طب ما سددش، قال لك يتوقف لغايه لما يدفع. كان لاعب او مدرب او اداري او اي حد في المنظومه المعتمده ماشي، يتوقف لغايه لما يدفع. احنا موافقين. طيب بس انت بقى في اتحاد الكوره ادي الانديه مستحقاتها اول باول. كويس. رقم اتنين، لو الغرامه على النادي، في فريق تاخر لسبب ارتكب خطا ما، طلعت الغرامه على الفريق، ياخد اسبوعين عشان يدفع، ما دفعش، ياخد اسبوعين تاني بالفايده، ما دفعش، تبدا تتخصم منه نقطه عن كل مباراه بيشارك فيها لغايه لما يدفع. لائحه النهارده لاحظت انه الاتحاد بعتها لكل المواقع والصحف والبرامج، نتمنى انه زي ما تكون هذه البنود واضحه يبقى التطبيق كمان ملزم، لانه حتى في مساله الهبوط، لا فريق انسحب، كان تملي بيحصل ازمه باستمرار في حته الانسحابات، حطوا شروط في حاله انسحاب اي فريق، في حاله توقيع الغرامات، في حاله العقوبات السابقه، قال لك هي كلها في حال انسحاب اي فريق من خوض اي مباراه يعتبر مهزوم 3-0، وتخصم من رصيده 3 نقاط اضافيه. وهنا عايزه تفسير، عايزه تفسير على الفور وغرامه ماليه 1,000,000 جنيه. يعني ايه تخصم منه 3 نقاط اضافيه؟ كلمه اضافيه معناها انه الفريق المهزوم هيخسر 6 نقط. انت اعتبرته مهزوم في المباراه اللي انسحب منها، يبقى دي 3 بونط. مش كده؟ قال لك يعتبر مهزوم 3-0، يبقى اوتوماتيكلي شلت منه 3 نقط، او اعتبر مهزوم اتخصم منه 3 نقط، وتخصم منه 3 نقاط اضافيه. دي العقوبه، 3 نقط اللي اتخصموا دي نتيجه المباراه. الثلاثه الاضافيين اللي بيقولها الاتحاد، بس كان بيقول لك اخر الموسم، مش فاهم ليه اخر الموسم. هو قال لك على الفور، على الفور. يبقى اذا الفريق المنسحب دي العقوبه، يخسر 6 نقط. اه 3 نقط بتوع المباراه وثلاث نقاط اضافيه، يعني زي ما ورد النص. ثلاث نقاط المباراه عشان بتروح اوتوماتيك للنادي الثاني، ودي العقوبه. اه فهي شقين، 3 نقاط المباراه ان الفريق اللي قدامك فاز خدهم، انت بقى بتتعاقب ب3 نقاط عقوبه الانسحاب. وفورا عشان تبقى في الجدول تشعر بيها، انما اخر السنه هتثير الجدل، وانا موافق. طيب اللعيبه بقى البلطجيه، البلطجيه
اللي بيوقف حكم، اللي بيضرب حكم، واللي بيشوح لحكم، واللي يقل التعامل مع الحكم، خد بالك هتبطل كورة. هتبطل كورة ليه؟ لأنه عقوبة الاعتداء على الحكم أو الاحتكاك به عقوبتها 16 مباراة. بقى هذا كلام يبدو أنه صارم وحاسم وعشان يمنع الاعتداء، بس لازم تتفصل معنى الاعتداء. يعني ممكن أنت لما تيجي تقول إيه مسكت الحكم من إيده، أو أن أنت وقفت في سكته فخبط فيك زي ما شفنا، لازم يتحدد الكلام ده. يبقى مين إلى؟ ما ينفعش توقف لي واحد نص الدوري ها بمعيار تكييف العقوبة بقى، بمعيار تقديري. تكييف الخطأ، انت لازم تقول السباب بكذا، البصق بكذا، الازدراء ببصة او مش بصة بكذا، خلاص التلامس بهدف الاعتداء ده اللي ياخد 16. يعني زقيته في صدره، ضربته، شديته، رميت الصفارة من ايده، خطفت الكارت من ايده، اعمل اللي انت عايزه في ايدي، يديله 16 مباراة. لكن ما اعتقد هو كان مازن قال ان هي متفصلة، يفصل علشان نقدر نوصل لعدالة. يعني نتمنى. وبالمناسبة لا 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 استناني بس. الجزء الاخطر بقى هو هتعتمد على ايه؟ تقارير الحكام، تقارير المراقبين، الفيديو ولا المشاهدة؟ ما هنفضل بقى نخش في ده، اصل الحكم كتب، ده الآلية دي اللي عايزة حسم بقى. المراقب كتب، اصل الفيديو اظهر واحنا مش مستنيين المراقب في احوال، اصل دي كاميرا خاصه. ودي اللي بتروح لجنه الانضباط، اما لجنه المسابقات وبعدين القرار اوتوماتيك هيطلع من المسابقات، الا مش هتبقى لجنه، دي هتبقى اداره، هيستمر العمل كاداره. نتمنى ده ان الامور تبقى واضحه. نتمنى الكلام ده كله ما تسابش لاي شيء تقدير. بالمناسبه اجتماعات اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي النهارده اتجهت تقريبا لنقل مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان المغربي إلى الدوحة تاني. العقد كان بيقول إن البطولة 3 سنوات في قطر، كان المرة دي وصل الاتحاد اتجاه إن هو ينقلها للقاهرة باعتبارها بلد بطل دوري الأبطال، لكن ما ترشح وما تسرب اليوم من الاجتماع في القرار اللي هيعلن غدا الجمعة إن المباراة هتعود للدوحة، الأهلي ونهضة بركان، ربما 18-12 زي ما كان متفق، ولكن هناك اتجاه اخر لتاجيلها ربما. هو إن لينا يا استاذ ابراهيم يعني ايه المشكله زمان في القرارات اللي بتبقى متاخده كده ويقول لك اتبلغ الاهلي وما تبلغش نهضه بركان، ودي حاجه غريبه. لكن في كل الاحوال مش عايزين، ارجو الا ننشغل كثيرا اين تقام البطوله. هذه بطوله نحرص على الفوز بها أينما كان مكان إقامتها بإذن الله تعالى. ونتمنى أنه بعد الفاصل، والكابتن الخطيب على فكرة أكد على كده، قال لك سنسعى للفوز بالبطولات عشان نقترب من صدارة التصنيف العالمي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل الخواجة بيجو هيتمسك من عظمة لسانه.